على الرغم من السياق الأمني الإقليمي الصعب الذي تشكل فيه موريتانيا الآن استثناء، فقد جرت الانتخابات في سلام وفي مناخ سياسي هادئ بمشاركة الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية التي تمكنت من تنظيم الحملات من خلال الاجتماعات والملصقات دون أي قيود، مع حرية الوصول إلى وسائل الإعلام وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا المجال.